كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبارنا كبارنا تمركاشتاشين الماهر على مكة في إثيوبيانا تولد إثيوبيان يأولين القرآن والدر جمعان بزيه القرآن والدر ليو تسات ويالاتشون تولد روشي تملكة تنسيهون مياوي بكاتاتشون باراب رودانيوش إيتدانيو ورنان تدسي ملاك عربين يك عربين بيجنيو ليو هنا مسترادون إن شاء الله تعالى. يه برنامج بمركز جعفر الطيار مركز تيبيان هارو مياه سجاجتو بحرم ميديانا بافريكا تيفي اندوم ليلوش ميديو شورنات يدرس يميجن مسانادو نو يتلمدون يودر هجرتاچن لماسكتل ياكل مجمريا منكاتلو يحفظ تورارچن نو يحفظ تورارچن تملكتن يمنملس يهونال كداجوچنا كتورارو غار ملكام كوتاي نورلاچو تبنيهون تملش يمطالو خير. ما شاء الله عبد الوهاب، لا تخاف أولا إن شاء الله، توكل على الله ونبدأ إن شاء الله. السؤال الأول، اقرأ من قول الله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. حسبك. السؤال الثاني، اقرأ من قول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبوا كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود حسبك. وقوم إبراهيم وقوم لوط. السؤال الثالث والأخير: إن ربك لبالمرصاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً. كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حسبك، ما شاء الله عليك. قرأت لا يندان دي تنانش ملاحظة لستكنا بدن بدمتين إن في كلمة إن الله بطعم سابة ترقو إن الله لا عند إن الله ليلو كما لوغن لفظ الجلالة على سابقا كما بحركتين نكرة ترزي بزاوك أن صوتنش إن الله لا إن الله خلاص هي نقر
المال وتحبون المال، لا المال، لك حركتين. في كلمة الشيطان لا تقلقل الياء، الياء حرف من حروف اللين، فهمت؟ الشيطان ليس الشيطاني، شيء لا. وفي كلمة، وفي حرف الصاد لا تستعمل الشفتين، كم فرات تتقم صاد لاي صا لا صا يسين يزابو تانو مخرجات شو هي نقر من ينصرو ينصرو صاب تمطيط على تنش إشباع عرقب دنبرا لفكو إتمام الحركات ينصرو 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 صو خلاص ينصرو صاب ترقو أكرما كاف قلقل أرقال التقالي غنى ما تتكم قراتك لاي غنى ووتاو لاي بيتشا نوننا ميم فقط. بارك الله فيك. ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ተከታትላችሁ የተመለሳችሁት የመጀመሪያውን የዛሬውን ወይም ደግሞ የዕለቱን የህፍዝ ተወራራችን ነበር። እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ቅራ ሚቀራና እንደውም ደግሞ በጣም ደስ የሚል ተሰጥኦ እጅቲሃድ ያለው ተወራራሪ ጀምር ነው። እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበር። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። እንዲህ አይነት ከቁርአን ጋር አላቃ ያላችሁ ወጣቶች ስንመለከት ልቦናችን በሐሴት ይሞላል፣ የወደፊት ተስፋችን ለመልማል። ማልባትም ደግሞ ሳዋም ትንሽ ቀራታል እንደው ተስፋለን የሚልም ሐሳብ ወደ ወስጣችን ይንሸራሸራል ኢንሻአላሁ ተዓላ። ማልባትም እንዲህ ዒልም ላይ የሚለፉ ቁርአን ላይ የሚለፉ ወጣቶች ስካሉ ድረስ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደግሞ ሳዋንም ራቂ ማድረግ ሂደቱም ያለ በመሆኑ ማለት ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ። ወደሚቀጥለው ፕሮግራም ደግሞ ስናልፍ የድምጽ ተወራዳሪ የሚሆነው የድምጽ ተወራዳሪውን ተከታተለን የምንመለስ ይሆናል። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أحسنت أحسنت. ليلى عندها آيات مكرة له بليلى قرار ليلى بري عند ايش فاتحه الاقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أيمن جمال، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. تجويد لا تقرأت بتسات دس الأنيال. ما شاء الله صوتك يشبه ياسر الدوسري، فكأنما نحن نصلي في المكة. ما شاء الله جزاك الله خيرا، لكن خذ بقوة التجويد. مثلا الغنة، إذا تركت الغنة والمدود ما يكون صوتك جميل أبدا. إذن أخي الفاضل طبق هذا وجزاك الله خيرا. دمسك هنك دا كدال السوسون تو الظالمين، هي لا الظالمين، لا دزانو الظالمين الصلاة، لا آمنوا، لا بدمس أتش أوت دمسك عسام مرجن دزات هارجي هنا جر ممنوع هذا شرعا. الغنة، غنة يا لبوتا تتكم، يا لبوتا وغنة تتكم. بارك الله فيك. راتنا كبران ستكات نبرو يدمز تورا لارشن نبر يدمز تورا لارشن نجدي بثلا يجد أمي بزوجي عندما نعرف شو نحسب عندما نعرف دمز راي إن أنت مش مرد أيش نحسب نحسب شو بحر الميديا كومنت مسجات هذا لاي تاس كم تقول تشير على شو ين أنت حسب نستعيد وندعم إن أنت دمز واجسر من وراو بزمن قد يود راشو تنس كاس كداري ترى يوش كان الناس مو بمسكمت داينة تلاي مسافة في مسجرو مهون انجلس ألم مالتنا. مرحبا كبراتنا كمان مثل ما رجعوا ولا متجر شيء وردر كفلاتين من نعرفهم يميهون يمجن يمي برا شيء وردر زارف من دنو أذانه مثل ما دوم الملك بعد أمر أساس ملو أذانه في سنتنا الإسكندري إسكي رجعوا يزاري مؤذن من هون ميلون تكاثر من مدرسة هون أبراتكم كويو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفنا الله أكبر
طيب بسم الله الرحمن الرحيم عبد الرحمن ما شاء الله يا ሁላችሁም እንግዲህ ወንድማሞች በጣም ደስ የምትሉ የምታምሩ الله يጨምርላችሁ እንግዲህ በይት ሙባረክ ነው ይመስላል الله እንግዲህ ኸይራቱን ጥፍ ድርብ አርጎ ይጨምርላችሁ በአጠቃላይ እንደ ነሲሃ እንደ ምክር ለአብዱ الرحمنም ለሌሎችም እንደው ነሲሃ ከተባለ እንደ ነሲሃ ማቅረብ የምፈልገው ነገር ምንድነው ድምጽ የሌሎችን ድምጽ ማኮረጅ ችግር የለውም ድምጻቸውን እንኮረጃቸው እንችላለን ቆንጆ ድምጽ ከሆነ ቆንጆ ዜማ ከሆነ ጥሩ ጥሩ ነው የነሱን ማኮረጅ ማለት ነው ግን ሁሉም ነገር ላይ ግን እነሱ የፊደላቸውን አወጣጥ አቋቋማቸው ምናቸውን ሁሉ እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ አንዳንድ የሚበላሹ ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ ሰው ሙሉ አይደለም እና የሐረም ሙአዚኖች ስለሆኑ ወይም ደግሞ የሆነ ትልቅ መስጂድ የታዋቂ ሙአዚን ስለሆኑ ከስተትና ካንዳንድ እንከኖች ይጠራሉ ማለት አይቻለምና እኛ ድምጻቸውን ወስደን ግን ሁሩፎችንም ሆነ አዛና ደራራጋችን በደንብ አስተካክለን ምን ሄድበት ሁኔታ ልንፈጥር ይገባል ማለት ነው እዚ ላይ እንደ ምሳሌ ማንሳት የፈለኩት ምንድነው መጨረሻ ላይ ላኢላሃ ኢላላህ በለ ላኢላሃ ትንሽ ያው እነሱም ጎተት ስለሚያረጉት ነው ያው አዛኑን አንተ ድምጹን ይወሰርክበት ማለት ነው ሃኡን ትንሽ የመሳብ ኢላሃ እንደው ተትንያ ይመስላል ወደ ሁለት አምላኮች የሉም የሚል ነገር እሱ ደግሞ ማንኛውም አምላክ የለም የሚል ማዕና ነው የሚሰጠውና እሱን ትንሽ ምትጠነቀቅ ኢላላህ የሚለው ላ ሐምዙን ተሐቂቅ ብታረጋው ላኢላሃ ከተባለ በኋላ ወደ ኢላላህ ስትሻገር ሐምዙን እንደው ለስለስ አርገ ነው ያልፈክ ያለውና እሱን ነገር በተጠነቀቅ ጥሩ ነው በአጠቃላይ እንግዲህ በጣም ቆንጆ ነው ድምጽህ ጀዛከላሁ ኸይራን እንግዲህ አልሙአዚኑና አጥዋሉ አዕናቀን የውም አልቂያማ ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ አዛን ትልቅ የሆነ አጅር ያለው ነገር ነው ለዛም ለማበረታታት ነው ይሄ የዚህ ሙሳበቃውም አላማ አዛን ቦታ አለው ጥሩ ነገር ነው የሚለውን ነገር ማህበረሰቡ ዘንድ ለማስረጽና ለማስፋፋት ነው አላህ ይጨምርላችሁ እንግዲህ እኛም በሰማነው እናንተም ደግሞ በተናገራችሁትና አዛን ባደረጋችሁት አጅርም እናገኛ አላህ ያርገን ጀዛከላሁ ኸይራን شكرا عبد الرحمن ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከአዛን ትብራራችን ጋር ቆይታ አድርገን ተመልሰን ተገናኝተናል ኢንሻአላሁ ተዓላ ወደ መጨረሻው ፕሮግራም እየደረስን ነው የምንገኘው ምናልባትም ይህ ፕሮግራም ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘው በመርከዝ አፍሮፒያር መርከዝ ቲቪያን እና ሐሩን ሚዲያ ተዘጋጅቶ በአፍሪካ ቲቪ እንዲሁም በሐሩን ሚዲያ ማከኝነት ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኝ ነው ማለት ነው እንግዲህ ወደ መጨረሻውና ወደ ፕሮግራማችን ማገባደጃ ተቃርበናል ወደ መጨረሻውና ወደ ፕሮግራማችን ማገባደጃ ላይ ወደ እናንተ የምናደርሳቸው ልዩ ሆኑ ጥያቄዎች አሉ ሁላችሁም እየተሳተፋችሁ በዩቲዩብ ኮሜንት ቦታ ላይ ቀድሞ ጥያቄው ላይ መልስ ተወራዳሪ ሽልማትን የምናደርስ ለሚሆነው ኢንሻአላሁ ተዓላ የዛሬው ጥያቄያችን ደግሞ በጣም ቀላል ጥያቄዎች ነው ወደ እናንተ የምንልከው እንደተለመደው ረመዳን መጾም ግዴታ የሚሆንበት የእድሜ ክልል የትኛው ይሄንን የመጀመሪያ ጥያቄ መልስ ታስቀምጡልናላችሁ ኢንሻአላሁ ተዓላ ሁለተኛ ጥያቄ አላሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አና ኢብኑ ዘቢሐይን ወይም የሁለት እርዶች ልጅ ነኝ ሲሉ የተናገሩበት አጋጣሚ አለ ከአባቶቻቸውና ከቀደምት አያቶቻቸው መካከል ሊታረዱ ብለው የቀሩ ሰዎች በሲራት ምርት ዘርፍ ላይ ምን ማረው ነው ማንና ማናቸው ሶስተኛ ጥያቄ ነብዩላህ አደም አለይሂ ሰላም ከነሱ ልጆች መካከል ለመጀመሪያ ጊዜ የሰው ልጅ በመሞት የተከሰተው ወይም የሰው ልጅ ሞት የተከሰተው ልጁ ማን ይባላል ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነው ከነብዩላህ አደም ልጆች መካከል መጀመሪያ የሞተው ሰው ማን ይባላል እነዚህን ሶስት ጥያቄዎች በሐሩን ሚዲያ ኮሜንት መስጫ ሳጥን ላይ መልስን ተቀምጣላችሁ እኛም ደግሞ ቀድሞ የመለሰውን የምንሻለም ይሆናል የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ ፈጽመናል በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ
الله لله.